القديم إلى الجديد، أنك تقربها جنب بعض وتنقلها عن طريق الآي كلاود. أول ما تروح للغة مباشرة بيطلع لك هذا المسج. بعد كذا نضغط على موافق فتح القفل، خلاص يتصل بهذا الآيفون. وبعدها نجي نسوي الاتصال ونخليه يشبك وينقل كل المعلومات، وأهم شيء يكون الشحن 50% ويكون مشبوك على الواي فاي فقط. بعد كذا يعطيك خيار، يقول النسخة الاحتياطية 6 أبريل ولا تختار نسخة ثانية، نقول متابعة. خلاص ياخذ 6 أبريل آخر نسخة احتياطية ويحطها لي في الجوال لو كان عندك نسخ قديمة. والآن نقل لي التطبيقات والمسجات وكل الأشياء اللي أنا مفعلها في الآي كلاود، جهات الاتصال، التذكير، الملاحظات. مهم هذه النقطة، أن الآي كلاود المساحة والداتا الموجودة فيها هو اللي بينقلها لك بس. لو حطيت الصور وصارت أكثر من 5 جيجا ما راح ينقل لي إلا 5 بس، والباقي بتجاهله، أو أني أزيد مساحة التخزين وينقلها لي. ونقدر ننقل حتى الأشياء اللي في داخل التطبيقات، مثلا محادثات الواتساب والأشياء هذه آي كلاود درايف مفعله، وبعدين بيطلع لنا الواتساب هنا متفعل. خلاص كذا ينقل اللي في داخله. نروح للواتساب، وينك الواتساب؟ هنا. وبعدين نروح للدردشة، نسخ احتياطي، وطقه بنسخ، خلاص يصير موجود على الآي كلاود وينتقل في جوالك الجديد. وكذا تكون نقلت معلوماتك بشكل سهل عن طريق خدمة الآي كلاود، الخدمة السحابية. مهم الواحد يحط لها نسخة احتياطية لأرقام الجوال، مسجات، محادثات واتساب، شيء مهم ترفعها عليها، تقدر تسترجعها في أي وقت. وبالتوفيق إن شاء الله.